ايوه فوزي اتفضل فوزي. كنا موجودين امبارح في اللي حصل النهارده لحد بقى النهارده فهمني. احنا شفنا منظر امبارح كان فيه في وسطينا البلطجيه برضو فهمني. بس انت شفت الخيم اللي كانت موجوده كانت موجوده حركه بدايه حركه شباب صوت الحريه مستقلين فهمني. ناس نظيفه دكاتره وعيلات وصل شهداء فهمني. المشكله النهارده اللي حصلت طول اليوم اليوم حلو جدا مفيش اي مشكله. اللي حصل ان في شاب جه اسمه سيد خد ثلاث خيم موجوده من الميدان ووداها عند المجمع وهناك الصور موجوده انت ممكن تشوف الصور هناك دلوقتي حالا اهي فهمني. ازاي ازاي سيد دوت ياخد الخيم اللي موجوده ويسيب خيم تاني خيم تاني البلطجيه الناس بيقولوا عليه البلطجيه بياكلوا عيش مننا راحوا هناك. انتوا احنا هنفضل معاكم مش هنسيبكم. حصل الاشتباك فهمني. ده بيدب في ده ده بيدب في دوت واللي حصل كده فهمني. ايوه وادي المشكله. المشكله احنا عارفين نخليها بقى ان دي لعبه برضو بتتلعب مش حاجه سهله. لعبه بتتلعب قبل يوم الجمعه الجايه قبل الاعتصام وعشان ما يقولوا كلمه واحده ادي المعتصمين اللي قاعدين ادي المعتصمين اللي قاعدين في ميدان التحرير قبل يوم 8/7 عشان كده يقولوا الجمله الثانيه يقولوا لك حركه 6 ابريل اتسحبت عشان مش عاجبه الاعتصام والخيم اللي موجود عشان الخيم كلها بلطجيه فاهمني. البلطجيه انا عايزك ساعتين بالظبط بعد ما الخيم تتعمل تاني هعرفك الخيم والبلطجيه الناس اللي موجوده هتلاقي مهندسين دكاتره اقل واحد فيه هتلاقيه في معهد فن صناعي في ده اقل واحد فيهم ازاي بلطجيه فاهمني. بص الاعلام المصري الحاجه امبارح فهمني. بص كاتبين ايه شعب المفاجاه وهنا تاني انا قبطي مسيحي انت حد زعل التلفزيون قال عليا كده ازاي صورتك على الغلاف ده بتاع زعل وغلاف اول يقول لك الشيعه في مصر ازاي والفتنه الثالثه يعرفني ازاي انا شيعي بقى فتنه الثانيه فهمني. انا مصري مسيحي مش اكتر من كده. شكرا شكرا.